السلام عليكم صديقات أصدقاء، مرحبا بكم مجددا في قناة فلاح الصغير. نتواجد اليوم في بني يخلف في نواحي مدينة محمدية، مناخ صالح وتربة جيدة. كما ترون هذه ضيعة صفرجل، غلة جيدة، التربة كما قلنا صالحة. جينا على أساس نشوفوا هذه التربة واش تقدر تصلح الافوكاتي، يعني الانواع ديال الاشجار الافوكا، واش غادي نديروا، واش غتصلح لشي نوع من الانواع او لا تصلح لكل شيء. نساهموا مع الاخوان هنا في الدراسه كيف ما العاده. غادي ننتقلوا دابا الان نشوفوا التربه اللي مفروته، على اساس نشوفوا واش تتوفر فيها شروط الكليمه هنا صالحه، الماء ما فيهش لا ساليني طالع، الملوحه ما طالعش بزاف، دونك غتكون الامور عندنا مزيان. غنشوفوا الان، غننتقلوا التربه اللي محروسه ونشوفوا نتقاسموا معكم هذه المعطيات. والناس اللي هنايا في هذه المنطقه خصهم يعرفوا بان هذه المنطقه هي منتجه، اللي ما مستثمرينش خصهم يفكروا يستثمروا هنا في هذه التربه الجيده. وبالنسبه للتربه اخوات والاخوه، كيف ما تشوفوها تربه رمليه، لاحظوا التربه يعني كتوفر فيها الشروط. غادي نشوفوا الصيغه، اما اننا نزرعوا ديريكتومون، اما اننا نديروا واحد ليزادو او لي دودان الحيوط باش نهزوها بواحد 40 او 50 سنتيم، تجنبا للمشاكل اللي كترتب على كثره تساقط الامطار خلال فتره او فصل الشتاء. اذا في النواحي هنا في هذه المنطقه ديال بني خلف، في النواحي كاين تقريبا معظم الاشجار المثمره. المنطقه كتميز كذلك بملاحظ بكوارات الدجاج، استثمار في الدواجين، ليلفاج ديال الدواجين. اذا الشروط هي متوفره هنا، تربه جيده، الماء كيف ما قلنا ما مالحش بواحد الشكل كبير. وكان الناس اللي شافوا المقطع وتواصلوا معنا، الناس ديال المحمدية ديال بني خلف، يقدروا يتواصلوا معنا بخصوص استشارة في هذا المستوى او لا نشتغلوا معهم. غنخليو الرقم في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف باش نتواصلوا. شكرا لكم والى اللقاء.